ونبارك لسالم ما حقق من إنجاز على مستوى القارة الآسيوية بفوزه بجائزة أفضل لاعب. كرة محاولة من داخل منطقة الجزاء خطيرة. المتعة والإثارة بأقدام البرازيلية تأتي عن طريق جيديس، يضع الكرة في المرمى ويعلن عن أول الأهداف هنا في الدقيقة 15 على بداية أحداث هذا اللقاء. هذه الكرة، هذه الانطلاقة، هذه المحاولة لمصلحة نادي الريان. شوف الاستلام بعد ذلك بطريقة في غاية الروعة، والتمريرة بغاية الجمال، والنهاية النهاية النهاية الفاتنة، النهاية الفاتنة، تمريرة من رودريك في الجهة اليمنى. انطلاقة تأتي بأقدام أشرف بن شرقي، بن شرقي، بن شرقي، يعيد المحاولة بشكل جميل جدا داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله. لحن المتعة والإبداع، يوسف بأقدام الريانية، يوسف بأقدام الريانية مرة أخرى. روجر جيديس يسجل ويطمئن ويطمئن ويبعث بالقلق إلى غالتييه من العاصمة باريس إلى الدوحة. غالتييه في قلق، لكن هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه العرضية، هذه العرضية، هذه كرة مثالية جدا مرة. لا 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 لا. عاصم ديبو يحصل على ركلة جزاء بعد هذا الالتحام اللي كان ما بينه. لا 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 لا، ركلة جزاء، ركلة جزاء. عاصم ديبو ينجح في الحصول على ركلة الجزاء، يسعى لتقليص الفارق الآن في مواجهة حارس المرمى المتألق فهد يونس. إدميلسون ينتظر يترقب، إدميلسون ينتظر يترقب، والمعز في مواجهة فهد يونس يتركها الهداف لونغا لقائد الفريق المعز علي. المعز 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 المعز، هدف تقليص الفارق يأتي بأقدام المعز لتشتعل المواجهة كما أراد المحايدون. على هذا اللقاء، على هذه المواجهة يسجل نادي الدحيل، وبالرغم من ذلك لم يعرف ذلك اللاعب اسماعيل محمد. عادت الكرة والمحاولة من جديد إلى كيم مون هوان، لمسة أمامية إلى الكوري الجنوبي مرة أخرى، وصلت بأقدام ماديبو يتهيأ للانطلاقة من الجهة اليسرى، ينطلق الكرة داخل منطقة الجزاء، التسديدة. لا 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 لا. يأتي التعديل، يأتي التعديل، يعودون كما كان منتظرا، يعدلون كما كان منتظرا، ويعودون من جديد. ميشيل أولونغا سادس أهداف هذا الموسم، سادس أهداف هذا الموسم، يعدل النتيجة لمصلحة نادي الدحيل. هذه الكرة وصلت إلى سلطان البريكو. هل هنالك راية؟ هل هنالك أي شيء قادم؟ ربما الثالث الآن. إذا ما وجد أولونغا فلا شيء مضمون في أرضية الملعب، وإذا ما وجد الهداف ففي كل أعلن عن قلب الطاولة بثلاثية مقابل هدفين. ينجح ميشيل أولونغا، كنا ننتظر روجر جيديش في مسألة الهاتريك، لكن في الجانب المقابل تعود أولونغا. أولونغا أولونغا أمام المرمى لا يخطئ أبدا، لا يخطئ أبدا، ويسجل الثالث الآن وبالقدم اليسرى.